أعلن تنظيم داعش في بيان مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول السبت. وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية الأحد أن انتحاريا قتل 23 شخصا وأصاب 182 في هجوم على قاعة زفاف مزدحمة في المدينة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن من بين الضحايا نساء وأطفال. كشفت تقارير صحفية تركية عن احتمال عقد اتفاق بين أنقرة ونظام بشار الأسد بوساطة روسية إيرانية بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، وذلك لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها. وبحسب هذه التقارير يبدو اتفاق المنطقة الآمنة مرضيا لجميع الأطراف على الرغم من استمرار الجدل حول عمق وامتداد هذه المنطقة، حيث أبدت أنقرة ارتياحها تجاه ما تحقق بشأن المجال الجوي.